يا الله، هذا حتكون مراجعة اليوم. السلام عليكم يا جماعة، حلقة اليوم حتكون لكيس غريب شوي صغيرة بالشكل، منا موجهة صراحة بشكل مباشر لكل الأشخاص، بحكم إنه يلي بدهم يشتروها بدهم يعانوا شوي صغيرة من مشاكل التنظيف والغبرة بالمستقبل، يعني كل هدول الأمور، خاصة البلدان يلي فيها غبرة وأتربة كتير، لأنه هيدا الكيس مثل ما شايفينها مفتحة كلياتها من على الأطراف، يعني ما فيها الأزازة من قدام وحديدة من ورا، والسلام عليكم، كل الأطراف تبعولها مفتحين، وصراحة انطلبت مني مراجعتها أكثر من مرة بالقناة عنا، بس أنا كنت مستغل شوي صغيرة سعرها، بس الحمد لله إنه سمحت الفرصة إن أنا أشتريها بالجمعة البيضاء اللي هي أساساً كان سعرها لهيدا الكيس حوالي $190، أنا من بعد التخفيض اشتريتها $120، يعني حوالي $70 أقل. حنعمل عليها مراجعة وأعمل عليها تجميعات كمان بالمستقبل نشوف كيف بيطلع شكلها، هي صراحة حلوة بس مشكلتها الغبرة. الكيس اللي معنا اليوم اللي هي من ثيرمال تيك تحديداً اللي هي الكور P3 TG. بدنا ننتبه يا جماعة إنه في منها أكثر من مقاس، يعني في عنا P1 اللي هي بتجي بحجم أصغر وفي P5 اللي هي بتجي بحجم أكبر. اللي أنا اشتريتها هي الحجم المتوسط اللي هي P3 بتسع لرادياتير 360 ملي، في عنا الحجم الأكبر اللي هو P5 تسع ل 420 ملي، الحجم الأصغر بتكون 240 ملي الرادياتير اللي بيسع فيها وبتجي حجم كلياتها بشكل عام أصغر. حنحكي عن كل هدول التفاصيل بفتح الصندوق والتركيب لأنه هي مثل ما أنتم شايفين يا جماعة بتجي قطع، بدنا نحن نجمعها كلياتها على بعضها. من دون أي تأخير خلينا نبتدي بحلقة اليوم، بس بعد علينا السبونسر. موقع كيز اوف متجر الكتروني لبيع الالعاب والبرامج بتخفيضات كبيره. لتشتري كود تفعيل ويندوز 10 برو الاصلي بتضغط على الرابط الموجود بصندوق الوصف، بتدخل كود الخصم الخاص بالقناه اللي هو WM50 لتكسب 50% خصم، وبيتحول السعر ل$7 بس. وعندك اكثر من طريقه دفع، منها البطاقه الائتمانيه او الباي بال، مباشره بيوصلك ايميل بكود التفعيل، بتعمل نسخ وبتروح على الاكتيفيشن سيتنجز، تشينج برودكت كي، بتدخل الكود وبتضغط على اكتيفيت والسلام عليكم. واذا بدك تشتري مايكروسوفت اوفيس بتستخدم كود WM58 لتكسب 58% خصم ويصير السعر $30 بس. طيب ومثل ما شايفين يا جماعه مكتوب على الصندوق كل الامور المهمه بهيدا الكيس وصوره عن شكلها كيف ممكن يكون من بعد التجميع. تغليفه القطع انا شايفها جدا ممتازه، فتحتها من البوكس كمان ما فيها ولا اي غلبة، القطع كلياتهم محطوطين بقلب علبة فلين مرتبين فوق بعض، يعني بتقدر تسحبهم من دون ما تلاقي القطع بلشت توقع شوي شوي من قلب البوكس. بالبوكس حتلاقي الواجهة الأمامية اللي هي التمبرد كلاس بسماكة 5 ملي مغلفة بنايلون عشان يحميها بس من التجريح بالشحن وهدول الأمور، وحتلاقي كمان بقلب البوكس ظهر الكيس يلي هن هيدول حيكونوا أساس الكيس بشكل عام، باقي التفاصيل كلياتهم حيتركبوا عليهم. بالمبدأ هيدا الكيس بتسع لوحات أم بحجم الـ ATX وأصغر، يعني كل شيء فيه أحجام أصغر من الـ ATX بيساعه بقلب هيدا الكيس، يعني اللي هو المايكرو الميني الـ ATX كل هدول الامور كل هدول اللوحات الام تسعة بقلبها، بس طبعا الاحجام الصغيره انا بوجهه نظري يعني شايفها انه شكلها حيطلع كتير بايخ وفاضي حتطلع بقلب هيدا الكيس، فافضل انه هي تكون اللوحه كبيره والكيس تكون معبايه، عشان اصلا هي الكيس مثل ما شايفينها مفتحه، يعني اذا ما كانت معبايه بشكل صحيح حيطلع شكلها كتير بايخ. من ناحيه ترتيب الاسلاك عليها رابر لتنظيمهم وبتسع كمان رادياتير بحجم 360 ملي واصغر، او فيك تركب فيها ثلاث مراوح 120 ملي. الفرونت بانل ما فيها اي شيء مفزلك، يعني عاديه جدا كتير طبيعيه، في بقلب زر للتشغيل واثنين USB 3 وثلاثة USB 2 ومدخل للصوت وللمايك وزر الريستارت، وفيها الاضاءات تبعول الهارد ديسك. الظهر بينفك بست براغي بيطلع سحب، هدول الفتحات الكبيره اللي انتم شايفينها يا جماعه عشان يتعلق على الحيط مثل الشاشه بالضبط مثل شاشه التلفزيون. في خصائص كتير حلوه فيها لهيدا الكيس صراحه انا كتير عجبتني، هلا برجع بخبركم عنه كلهم سياق الفيديو. حتلاقي كمان داخل الظهر مكانين لتثبيت الهاردات الميكانيكيه وممكن تستعملهم عشان تثبت فيهم الاس اس دي، في كتير اماكن كمان لتثبيت الاس اس دي والهارد ديسك بالكيس بشكل عام اذا كان الواجهه الاماميه او حتى من ورا. وتركيب الهارد ديسك نفسه بالدرج اللي انتم شايفينه هون ما في، يعني ما في غلبه او ما بده شغل كتير، في قطعه بلاستيك صغيره بس مثل القفل بتفكها بتسقط الهارد بقلب هذا الدرج بترجع بتركب هذه القطعه مثل القفل والسلام عليكم. وطبعا حتلاقي باقي اسلاك الفرونت بانل لليو اس بي وازرار التشغيل وكل هدول الامور. الكيس نفسها ما فيها اي اضاءه ار جي بي اساسا مثل ما انتم شايفينها، شقفه حديد وشقفه ازازي والسلام عليكم خلصت، فلا حتلاقي فيها كنترولر ولا اضاءه ولا اي شيء من هدول الامور. التحكم كلياته او من اللوحه او من كنترولرز اللي هي بتطلع مع المراوح والقطع اللي انت بتشتريهم منفصلين. واذا شايفين هيدي الدعام الحديد الكبيره يا جماعه هيدا عشان تحمل وزن الكيس مع القطع كلياتهم على الحيط وحتى تكون الحمايه عاليه، يعني عشان ما يوقع مع الوقت. واذا بتشوفوا انتم سمكتها اكثر من باقي الكيس او اكثر من باقي معدن الكيس بشكل عام ومزوده بشكل كتير كبير على الوزن، يعني عاتي وزن كتير كبير للكيس، بس بالمقابل مثل ما على طول انا بقول انه انت ما حتحمل الكيس وتقعد فيها، هي او معلقه على الحيط بتعطيك حمايه اكبر بتبطل تقلق انت من الموضوع او حتكون جنبك على الطاوله على الرجلين والوضع طبيعي. واخر شيء كمان في عندكم بالكفر الخارجي للكيس في فلتر واحد بس للمراوح اللي هن او حيكونوا مراوح 120 ملي اللي حتركبهم او الرادياتير 360 ملي عشان ما تفوت غبره كتير على قلب داخليه الكيس لجوا. ومن بعد هيك يا جماعه في
كمية قطع كتير كبيرة. صراحة أنا وعمال أصور الفيديو ما كنت فهمان منهم ولا أي شيء ولا حتى كيف يتركبوا، لأنه هي بس شقف حديد أنت بتشوفهم حد بعض. بس لما فردتهم على الطاولة مثل ما أنتم شايفينهم هلا، رجعت رتبتهم، فتحت الكتيب. ما تستغربوا أنه أنا فتحت الكتيب، يعني 20 سنة خدمة بسنة، وبالأخير اضطريت أنه أنا أفتح دليل المستخدم لأعرف هدر القطع أو شقف الحديد كيف بيتركبوا لشو كل وحدة استخدام. المهم تعال أنا هلا أسهل عليك، وإن شاء الله حتكون أنت ما حتحتاج هذا الكتيب من بعد هذا الفيديو، لأنه حتعرف كل القطع كيف تتركب ولشو وظيفتها. اول شيء في عندكم الباور سبلاي اللي هو بيركب بوضعيتين، الافقي والعمودي، على حسب الشكل اللي انت بدك اياه او يلي هو بيتناسب اكثر كمان مع اللوحه اللي موجوده عندك. لانه اذا كانت اللوحه كبيره ما بيركب الباور سبلاي بالشكل العمودي، بدك تضطر انك انت تركبه بالشكل الافقي. تتركب الواجهه الاماميه على الكيس اللي هي عاده بتكون للباور سبلاي اللي هي بتركب فيها الاربع براغي. وفي شكلين لحديد السبورت كمان، هدول الحديد اللي انتم شايفينهم هدول السبورت، وحده عشان تمسك الباور سبلاي بالشكل العمودي او وحده ثانيه بالشكل الافقي. بدك تستعمل وحده بيناتهم على حسب الوضعيه اللي انت مستخدمها، بتركبهم بفرزات البراغي الخاصه فيهم. وبخصوص البراغي نسيت لكم انا انه في كيس صغير بقلبه كميه براغي كتير كبيره، وصراحه في امور يعني ممكن تستعملها وممكن لا. انا استعملت منهم يمكن حوالي 10% بس من البراغي. حتلاقي كمان ربطات لتنظيم الاسلاك اللي هن الزيب تايز، في كمان شويه مطاط للازاز، في كتير امور يعني ممكن تحتاجهم وممكن لا. انا احتجت كم برغي بس اللي هن اساسيات يمكن 10 15، والباقيين بقيوا نفس ما هن. ومن بعد ما نروح عشان نركب البراغي او اللي فينا نسميه نحن القواعد اللي هي بتجي من تحت تحت اللوحه الام عشان تركب فيها البراغي، يعني عشان تتثبت اللوحه الام بالكيس نفسها. هون انت بيجي في عندك اختلاف على حسب اللوحه اللي موجوده عندك. على كل الاحوال حتلاقي انت محفور على الكيس احرف اللي هن الاي والام، اللي هن اختصارات الاي تي اكس والميني او المايكرو، لتعرف انت كل لوحه وين بتحتاج قواعد عشان انت تركب لها اياهم بمكان المزبوط. واللي عجبني صراحه بهيدا الكيس انه في متر راس صغير، هذا ما موجود بالكيسات الرخيصه اللي انا كنت اشتريها قبل، او الكيسات الصغيره او اللي ما بتحتاج انك انت تفك فيها هيدي القواعد. هذا الراس صغير بتشد فيه انت القاعده، لانه صراحه انا كنت كتير اتعذب بس لما فك هدول القواعد، قواعد اللوحه الام، لما بدي اغير انا لون الكيس. يمكن انت بالايام الطبيعيه ما بتحتاج انك انت تفكهم هدول القواعد، بس انا لانه فكهم عشان غير لون الكيس وارجع اركبهم مره ثانيه كنت كتير اتعذب واوقات يخترب مكانهم. فبهذا الراس او هيدي القطعه المعدنيه اللي هن حاطينها صراحه كتير بتسهل الامور. المهم لهون الوضع كان كلياته تمام، ما كان في مشكله بالتركيب، القطعه كانت كلياتها واضحه شو هي لهلا. بس الاصعب شوي صغير هو تركيب قاعده كارت الشاشه اذا كان افقي او عمودي، وكيبل البي سي اي اكسبرس. مثل ما قلت لكم انا انه بقلب هيدا الكيس فيك انت تركب، يعني في لها كثير وضعيات للباور سبلاي وحتى كمان لكارت الشاشه. هلا شوف، لو حتركب الكارت بالشكل الطبيعي حتلاقي لوحه الفتحات اللي هي بيجي فيها تقريبا 6 أو 7 فتحات، بتركبها بثلاث براغي على جنب الكيس وموضوعك بسيط. او فيك كمان اذا بدك لو ما حابب تستعمل انت هيدا لوحه الفتحات كلياتها اللي هي فيها سلوت 6 أو 7 سلوت، فيك انت بيجي مع الكيس نفسه بيجي فيه قطعه بقلبها 2 سلوت بس، بتركب او بتزبط اكثر على الكروت اللي هي المتوسطه لعاليه شوي اللي هي بتحتاج 2 سلوت، لانه في عندكم الكروت بتحتاج 3. هيدا القطعه ما حتكون مناسبه معك، بتضطر انك انت تركب الكبيره. اما اذا انت حتركب الكرت بالشكل العمودي هون حيكون الوضع معقد اكثر شوي. في قاعده حديد بتركب عليها لوحه الفتحات اللي هي بيجي بقلبها 6 أو 7، او حتى كمان فيك تركب اللي فيها 2، حتركبها هون بشكل مسطح. حتستخدم كمان براكت صغيره مع كيبل البي سي اي اكسبرس اللي هو حيتوصل على اللوحه. تركيبهم تشوف كفكره تركيبهم تسهل، انه هيك انت بتطلع فيهم بتلاقي تركيبهم تسهل، بس انك انت تجي تطبقها صعب شوي صغيره عشان تعرف انت وجه القطعه من ظهرها، تعرف ركوبك كيف حيكون مزبوط، تعرف انت المقاسات كيف حتركب مزبوطه، تعرف انت كيف بدها تركب على الكيس نفسه. هون حيكون في شوي صغيره بدك ترجع لدليل المستخدم، او فيك تشوف انا كيف مركبها وتعملها على الزبط، يعني توقف الصوره هون وتشوف انا كيف مركبها وتروح تطبقها. وكمان هون بدك تنتبه شوي صغيره من المسافه انت وعمال تركب البراكت لكارت الشاشه، انه يكون شوي صغير بعيد عن الازاز عشان تقدر تمرر هواء كافي لتبريد الكارت. بالنسبه للسكه الحديد او البراكت اللي بيركب عليها الكارت نفسهم، في حتلاقي منها حبتين بس، حتلاقي سلك واحد بس من البي سي اي اكسبرس. يعني لو حتركب انت كارتين شاشه بدك تشتري كيبل اضافي. بعتقد انا بوجهه نظري انه كارتين ما حيكونوا راكبين بشكل صحيح، الا اذا انت بردتهم مائيا حيكون الوضع معك اوكي، لانه المسافه منها كتير كبيره تقدر انت تركب كارتين شاشه بشكل عمودي، حيصيروا يحبسوا الهواء كتير وما حيكون يعني ادائهم بالشكل المضبوط. بمناسبه الكارت عمودي او افقي، انا صراحه ما جربته يا جماعه ولا مره بالشكل العمودي، بس سمعت من اكثر من شخص ومن اكثر من محل كمان وقت اللي كنت عمال بسال عن هذا الموضوع انه بتقلل شوي صغيره من اداء الكرت. حارجع انا اختبر هذا الموضوع، شوف شو صحه هذا الكلام انه هي اذا بتقلل شوي صغيره من اداء الكرت واذا بترتفع حرارته بشكل عام، وبرجع بخبركم انا عن هدول التفاصيل. المهم لنرجع هلا لتركيب القاعده اللي هي صارت جاهزه، بتركبها مكانها على الكيس، كمان لها 3 براغي من بعد ما تركب كلياتها على بعضها. مثل ما قلت لكم يستحسن اعمال مثل ما انا عملت، انك انت تجمع القطع كلياتها على القاعده برا، القاعده ولوحه السلوتات اللي هي الفراغات تبعوا الكرت الشاشه
سي اي اي وكل هدول الامور تركبهم انت كلياتهم على بعضهم برا وترجع تشيلها كقطعة واحدة تركبها على الكيس نفسها، لانه صراحة شوي صغيرة يعني اساسا هي صعبة انك انت تجمعهم برا، كيف اذا ركبتها على الكيس نفسها حتكون اصعب عليك انك انت تقدر تجمعهم. ومن بعد هيدا الخطوة الامور كلياتها حتكون سهلة، بيبقى عندك بس تركيب الرجلين، في عندك اربع براغي لو انت حتخلي الكيس بشكل عمودي توقفها، تركيبهم كمان سهل، شوي صغير مزعج موضوع البراغي، انا صراحة موضوع البراغي ووضعياتهم وين موجودين حسيت شوي صغير صعب، بس غير هيك كل شيء طبيعي كان. هلا تركيب الرجلين منن هالازمه، اربع براغي بتركبون والسلام عليكم انتهى الموضوع. هلا مثل ما قلت لكم قبل انه هيدا الكيس فيه خصائص كتير حلوه، من ضمن هدول الخصائص انه هي في لها ثلاث وضعيات بتقدر تستخدمهم فيها. اول شيء على الرجلين بشكل عمودي مثل ما نحن استخدمناه هلا او مثل ما انا جمعتها هلا بالوقت الحالي، وفي كمان عندك بقلب كيس البراغي اربع رجلين كتير صغار يعني سمكتهم تقريبا يمكن 3 سنتي او 4 سنتي، هدول بيجوا مطاط لو انت حابب تستخدم الكيس على ظهر يعني تحطها بشكل مسطح على المكتب جنبك، او فيك كمان اللي قلت لكم يا باول الفيديو تركبها على الحيط. هلا بالنسبه للتركيب على الحيط الفتحات والدعامات الحديد وكل التجهيزات لهيدي الكيس موجوده ما فيها مشاكل. واخر شيء حتركبه عشان تكون انت خلصت الكيس من بعد حتى كمان ما تركب القطعه وكل هدول الامور اللي هي الواجهه الاماميه اللي هي التامبرد كلاس، الا اربع قطع حديد واربع براغي بتفكهم بتركب البراغي من الكيس من جوا وبترجع بتشدهم بالقطعه الحديد اللي هن موجودين قدام. في اربع كمان مطاط هدول لحمايه الازاز عشان ما ينكسر بس لما تشدها او اذا زورت عليها كثير بالشد. اساسا الشد كلياته حيكون بايدك، ما تستعمل لا بنسه زراديه ولا اي شيء من هدول الامور عشان ما ينكسر الازاز، بس اول ما تلاقي انت لقطت خلص مش محتاجه اكثر من هيك، بتحط الرابر عشان ما ينكسر وعشان تبقى ثابته مع الوقت. وهيك يا جماعه صار شكل الكيس النهائي. هلا بصراحه بالوقت الحالي انا بعد ما عبيت فيها القطع حتى بس يكون الفيديو واضح انه هو بس فيديو انبوكسينج وطريقه التركيب، لانه هو اساسا الفيديو طويل، بس قريبا جدا انا حاعمل لكم فيها فيديو يلي هي تجميع يعني حاعمل لكم عليها اكثر من تجميعه بتشوفوها انت كلياتها مع القطع فيها كيف بيطلع شكلها النهائي. شوفوا صراحه انا تقييم لهيدا الكيس شايفه غاليه شوي صغيره بسعر ال 190 دولار، بالرغم من انه فيها كل المميزات وفيها كمان الكيبل وطرق التركيب الكثيره لكرت الشاشه، فيك تعلقها على الحيط تسطحها جنبك على المكتب، يعني فيك تعملها او تستعملها بكثير طرق، بس تبقى بالنهايه كيس مفتحه. هلا انا شايل منها الازاز بس عشان ما يعكس الاضاءه عليها، تبقى بالنهايه كيس مفتحه حتلم غبره كثير، اماكن البراغي صراحه ضيقه وكثير صعبه عشان انت تقدر توصل لها، طريقه تركيبها ما في نقول عنها سهله وما في نقول عنها كمان صعبه، يعني بس بدها وقت، بالنهايه الموضوع بدها وقت، يعني انا صراحه عشان اقدر اركب هذا الكيس اخذت معي تقريبا يمكن ساعه او ساعه وربع، انا عاده بجمع تجميعتين بعملهم بساعه وربع، فالموضوع اخذ مني وقت كثير. ومثل ما ذكرت باول الفيديو انه صعب تستخدم ككيس يوميا لاي شخص مثلا في عنده غبره او لبلد في بقلبه غبره كثير، للاشخاص اللي بتفتح الشباك عندها بالغرفه عشان الهواء وهدول الامور، لانه انا اكيد من هيدا الشيء انه هي بعد يومين على الظبط حتلاقي هيدا البراكت هون وحتلاقي الدنيا كلياتها هون عبت بالغبره. هلا شوف للامانه انا السبب الرئيسي اللي خلاني اشتريها لهيدا الكيس، اول شيء شكله حلو بقدر انا اعمل عليها تجميعه، بعدين انا شغلي بيسمح لي انه اجيب هيك كيسات اعمل عليها تجميعه، بس السبب الرئيسي اللي قلت لكم عنه انه انا حابقى شيل الازاز الادماني ما حاستعمله نهائيا، بدي سطعها على ظهرها وشيل هدول الرجلين اللي انا مستخدمهم هون، حط لها بس الاربع رجلين الرابر عشان يصير استعملها انا بس منصه الاختبارات، بتسهل علي كثير بما انها مفتحه، فك مثلا تبريد ركب تبريد ثاني، فك لوحه ركب لوحه ثانيه، فك كرت ركب كرت ثاني، ما في داعي انه انا فك الظهر وفك من قدام وفك الجناب وكل هدول الامور، فصراحه كان الموضوع ياخذ معي وقت كثير. هيك بهيدا الكيس مفتحه كلياتها بالكامل بصير الموضوع عندي اسهل كثير انه انا فك قطعه وارجع اركبها. وهذا كان كل شيء لليوم يا جماعه، بتمنى تكون الحلقه ما كانت كثير ممله عليكم، انا عارف انه ما فيها شيء حماسي، بس بالنهايه حلقه انبوكسنج، يعني شو بدنا نعمل انبوكسنج للكيس الثيرمال تيك، هن عاده فيديوهات الانبوكسنج للكيسات انا هيك بشوفها شوي صغير ممله، وخاصه انه طريقه تركيبها ما كثير سهله يعني. المهم الكيس اللي نحن اشتغلنا عليها اليوم يلي هي الثيرمال تيك البي 3 تي جي، شكلها كثير حلو خاصه للاشخاص اللي هن مهتمين بهيك نوع كيسات تكون مفتوحه، او للاشخاص اللي هن اساسا عم يدوروا على كيس بشكل حلو وتناسب التجميع اللي عندهم. فاللي مطلوب منك هلا انت فضلا وليس امرا انك تشترك بالقناه اذا بعدك جديد، تفعل زر الجرس ليوصلك اشعارات بالمقاطع الجديده، تعطينا اللايك وتكتب اي كومنت بس عشان يرتفع تقييم الفيديو ويصير يوصل لاشخاص اكثر. بشوفكم اذا الله راد بالحلقه الجاي والسلام عليكم.